رؤية وزارة التعليم والتعليم العالي الريادة في توفير فرص تعلم دائمة ومبتكرة وذات جودة عالية للمجتمع القطري. رؤية المدرسة. رؤية المدرسة، إعداد فتيات متعلمات مبدعات قادرات على بناء مجتمع واع متحضر محافظة على أخلاقه وقيمه ومستخدمة للتكنولوجيا الحديثة. هذا المقطع نشاهده لنحدد ما هي قيمة الأسبوع. هذه الصحراء فيها الواحات الجميلة وفيها أيضا الرمال المتحركة، هل هي جيدة أم سيئة؟ وجود الواحات أمر جيد، ووجود الرمال المتحركة أمر خطير وبالطبع سيء. والحياة في المدينة، هل تجعلها وسائل الترفيه والراحة جيدة؟ أم يجعلها الازدحام والضوضاء والتلوث سيئة أيضا؟ نفس الأمر، شيء جيد وآخر سيء. ما يقصده نايف هو أن الوطن ليس مجرد المكان الذي نعيش فيه، وليس شرطا كي نحبه أن نستفيد منه. الانتماء للوطن يعني أن نحبه دون أن ننتظر مقابلا لهذا الحب. إذن القيمة الأسبوعية هي حب الوطن. أديس. الوحدة الثالثة البرمجة الرسومية، الدرس الثاني تحريك السلحفاة، الجزء الأول. أهداف الدرس: في نهاية الدرس يجب أن تكون الطالبة قادرة على أن تحرك السلحفاة، أن تمسح الرسم، أن تحذف أمر، أن ترسم بعض الخطوط. مصطلحات الدرس: إلى الأمام forward، إلى الخلف backward، الاستدارة turn، خطوة step، خط line. نشاهد هذا المقطع لنرى كيف يمكن استخدام turtle art. إذن كما شاهدنا يستخدم تيرتل أرت لرسم الأشكال الهندسية المختلفة. أولاً يمكننا إصدار الأوامر للسلحفاة لجعلها تتحرك. أولاً لدينا أمرين مهمين جداً. أولاً إذا أردنا السلحفاة تتحرك إلى الأمام فإننا نعطي الأمر forward 100، أي تتحرك إلى الأمام أو تتقدم إلى الأمام بمقدار 100 خطوة. أما إذا أردنا أن ترجع السلحفاة إلى الخلف بهذا الشكل فإننا نستخدم الأمر backward أو back
للرجوع إلى الخلف أيضا 100 خطوة. أيضا إذا أردنا السلحفاة أن تلتف إلى اليمين أو إلى اليسار بهذا الشكل، نصدر الأمر رايت لكي تلتف إلى اليمين، ونصدر الأمر ليفت لكي تلتف إلى اليسار. إذن هناك 4 أوامر مهمة جدا لتحرك السلحفاة. أولا التقدم إلى الأمام فورورد، والرجوع للخلف باك، والاستدارة لليمين رايت، والاستدارة إلى اليسار ليفت. كيف يمكن أن تحرك السلحفاة داخل برنامج جيرة الأرض؟ يبين نرى. أولا سنقوم بفتح برنامج، ثم نجعل السلحفاة تتقدم إلى الأمام 100 خطوة. إذن سأعطي الأمر للسلحفاة بهذا الشكل، أقوم بسحب اللبنة إلى هذا المقطع أو إلى مساحة العمل، مكان كتابة المقاطع البرمجية بهذا الشكل، وأقوم بالضغط على الأمر من خلال الماوس لكي تتحرك السلحفاة بهذا الشكل. إذن علينا أولا أن نقوم بسحب البناء في المكان المخصص لها أو في مساحة العمل، ثم نقوم بالضغط عليها حتى تستطيع السلحفاة التحرك. هنا رايت أي التف إلى اليمين، فنرى أن السلحفاة التفت إلى اليمين. كيف يمكننا تعديل عدد الخطوات؟ هنا إذا أخذنا فورورد دائما تكون 100 خطوة، ولكن يمكننا تعديل هذه عدد الخطوات. يمكننا تعديل الخطوات، أقوم بالضغط على الرقم من خلال الفأرة، ثم أكتب الرقم الذي أريد. مثلا أريد أن تتحرك السلحفاة 50 خطوة فقط. هيا بنا نرى. بهذا الشكل تحركت السلحفاة فقط 50 خطوة. إذن يمكننا تعديل عدد الخطوات بكل سهولة. شاهدي الفرق هنا بين أن تسير السلحفاة 50 خطوة أو 100 خطوة. طبعا هناك فرق، لأن إذا كانت 100 فإن عدد الخطوات يكون أكثر، فتستطيع رسم خط أطول بهذا الشكل. أما إذا أردنا مسح الرسم، فلدينا أداة لممحاة الرسم، الممحاة لمسح الرسم. هذه هي الممحاة، أضغط عليها يتم مسح الرسم الموجود على مساحة العمل بهذا الشكل. كلما ضغطت ضغطة تقوم السلحفاة بالرسم. إذا أردنا المسح نضغط على الممحاة لكي يتم حذف الرسم الموجود على مساحة العمل بهذا الشكل. أما إذا أردنا حذف الأمر أي مثلا forward أو backward أو right، ماذا يمكننا أن نفعل؟ إذا أردنا حذف الرايت مثلا، نضغط بزر الفأر الأيسر ثم نحركه بهذا الشكل لنعيده إلى منطقة اللبنات البرمجية. إذا أردنا سحب اللبنة، نضغط أيضا بزر الفأر الأيسر ثم نسحب بهذا الشكل. وإذا نريد حذف الأمر بهذا الشكل، يتم حذف الأمر بكل سهولة. إذا أردنا رسم بعض الخطوط، هيا بنا نجرب كيف يمكن رسم هذه الخطوط. أولا forward 50 بهذا الشكل، ثم الأمر التالي left، نأخذ الأمر left لكي تتحرك السلحفاة إلى اليسار، ولكن هذا الرقم 90 لا يمكن تغييره،
لأننا نريد السلحفاة أن تلتف إلى اليسار أو تلتف إلى اليمين بشكل قائم. إذا 90 دائما تكون 90 لا تتغير، إلا إذا أردنا رسم أشكال معينة مثل المثلث أو المعين أو هذه الأشكال. ثم أيضا خذ فورورد مرة أخرى ولكن نجعلها 50، ثم رايت الأمر رايت. نقوم بترتيب اللبنات بهذا الشكل فوق بعضها البعض لكي يتم تكوين المقطع البرمجي في النهاية، ونقوم بالضغط على أول لبنة فقط وتنفذ باقي اللبنات ما بعدها. ثم نضغط أو نسحب فورورد مرة أخرى، أيضا 50 بهذا الشكل. قمنا بكتابة الأوامر، هيا بنا نرى كيف يمكن رسم هذا الشكل. نضغط على فورورد الأمر الأول، بهذا تم رسم الشكل. إذا كل خطوة من هذه الخطوات يقوم رسم خط محدد إلى أن وصلنا لهذا الشكل. أما إذا أردنا رسم هذا الشكل ولكن بطريقة الرجوع، فإننا نأخذ الأمر باك 50، ثم ليفت، ثم باك مرة أخرى. نرسم هذا الشكل ولكن بالعكس، أي من الأسفل، تتحرك السلحفاة من الأسفل بهذا الشكل، ثم ليفت، ثم رايت، الباك 50، ثم باك مرة أخرى. لنرى، نضغط على باك، تم رسم نفس الشكل ولكن استخدام الأمر باكورد، أي ارتجعت السلحفاة إلى الخلف ولم تتقدم إلى الأمام كما رأينا في المثال الأول. إذا انتهينا من العمل، علينا دائما حفظ العمل. كيف يمكن حفظ العمل؟ لدينا هنا كلمة save، أي حفظ، save أي حفظ. نقوم بالضغط عليها ثم نكتب الملف المناسب ونكتب الاسم الذي نريد، مثلا رسم خطوط، ثم نقوم بالضغط على سيف. وبكده نكون انتهينا من رسم الخطوات وتعلمنا 4 أوامر كما في بداية الدرس، هما الفورورد التقدم إلى الأمام، والباكورد أي الرجوع إلى الخلف، وليفت الاستدارة إلى اليسار، ورايت الاستدارة إلى اليمين. وتعلمنا أيضا كيفية تغيير عدد خطوات السلحفاة وكيف يمكن مسح الرسم أو حذف أمر معين داخل مساحة العمل. الآن سنقوم بحل هذه التطبيقات من كتاب التدريبات والأنشطة صفحة 47. أولاً استخدم الأوامر التالية واكتب الحرف الذي سيتم رسمه. هيا بنا نقوم بفتح البرنامج ونرى كيف ما هو الشكل الذي يخرج لنا بعد كتابة هذه الأوامر. أولاً نفتح البرنامج، ثم أولاً back، الأمر back 100، ثم right، ثم forward ولكن 50 step، أي 50 خطوة بهذا الشكل، ثم الأمر left. نضغط على بداية الأوامر أو بداية المقطع البرمجي بهذا الشكل لكي يتم رسم الحرف. ما هو الحرف الذي ظهر؟ نعم، هو حرف L. إذن هنا سنقوم بكتابة الحرف في الكتاب. التطبيق الثاني، اكتب الأوامر المناسبة لرسم حرف T.
أولاً تتقدم السلحفاة إلى الأمام 200 خطوة، ثم نرى كيف يمكن رسم هذا الخط. نقوم بحذف هذه الأوامر بهذا الشكل كما تعلمنا، ثم نأخذ الأمر فورورد ولكن 200 خطوة لكي تتحرك السلحفاة إلى الأمام بهذا الشكل. ثم أريد من السلحفاة أن تلتف إلى اليمين وتتقدم إلى الأمام 100 خطوة. يمين حتى تلتف السلحفاة إلى اليمين والأمام 100 خطوة. ثم نأخذ الأمر باك 200 حتى تستطيع السلحفاة من الرجوع إلى الخلف لتكملة حرف التي بهذا الشكل. إذن إذا أردنا رسم الحرف خطوة واحدة نضغط على الأوامر من البداية بهذا الشكل. انتهينا من الدرس اليوم، إن شاء الله أراكم في درس جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.